بملعب القرب بجماعة أحد الغربية دائرة أصيلة، كان لنا شرف استضافة اللاعبة المتألقة سامية حساني، وهي من مواليد 3 يناير 2000 في مدينة أمستردام الهولندية. سبق لها اللعب للعديد من الأندية الهولندية، ويذكر أن سامية حساني تألقت أخيرا مع المنتخب الوطني لكرة القدم، وساهمت في تأهل اللبؤات لنهائيات كأس العالم مونديال أستراليا ونيوزيلندا، كما ساهمت في بلوغ النخبة الوطنية للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في المغرب في الفترة الممتدة ما بين 22 يوليو 2022. مسار موفق لهذه اللاعبة. السلام عليكم، معكم سامية حساني، 23 سنة، لاعبة المنتخب النسي وخلقة في هولندا أمستردام، لعبة مع فريق تيلستار. وحنا جينا لحد غربية فين خلقت الأم ديالي، وحياتي كاملة كنجي لهنايا وكنشوف العائلة لحد غربية. كنلعب مع المنتخب المغرب دابا عامين ونص، علي كملت 3 سنين معاهم. بديت أنا في الليكيب تحت 20 وطلعت سينيور، لعبت معاهم لاكان عام اللي فات، ودابا لعبت 17 ماتشات مع المنتخب الاولى، وهذا العام هما مشاو لكوب ديل موند، وان شاء الله نتبعهم معنا ان شاء الله.